الإمام يقول الحسين تغيير، الحسين نور، الحسين عطاء، الحسين يبدل الإنسان. هسه أول مرة ما تبدل، أي تبدل؟ هسه شاب مو ملتزم، اجب الموكب ما يصير تطلعه. شاب مسوي فد قصة ما أدري شلون قصة، خلي يجي للموكب، لابس فد لبس خلي يجي مرة مرتين ثلاثة. لا تطردون شبابكم، لا تخلي الشباب يشرد من الموكب، حتى إذا كان مو مصلي، حتى إذا كان مو ملتزم، جيبوا للحسين. الحسين هو ينوره. هذا الزهير كان عثمانيا وكان في عهد أمير المؤمنين ناصب العداء لأمير المؤمنين، اجى عند الحسين، الحسين سواه حسيني، وهب نصراني صار حسيني. عند الإمام الحسين طاقة تغييرية هائلة. اربطوا شبابكم بالإمام الحسين. اليوم ما تغير باكر، باكر بعد الشهر مش اربع سنة يغير الإمام. اطوهم فسحة مجال، خلي هذا نور الإمام الحسين شي يسوي بالناس. ولكن هالناس ما أدري شنو صار بهذه الناس. الإمام الحسين أمامهم، يا رحمة الله الواسعة، ذلك القلب الطاهر النقي لأبي عبد الله الحسين. هالناس شلون سلبت الرحمة منهم. علي بن الطعان كان مع الحر، لما سقى الإمام الحسين قال اسقوا القوم ورشفوا الخيل. اليوم روح منظمة الأمم المتحدة حقوق الإنسان بالعالم كله، قل له أكو هيك شيء عدو يسقيهم ألف واحد، مو بس العدو، ورشفوا الخيل حتى الماء صبوا عليه، على صبوا الماء على الخيل أيضا. آخر واحد علي بن الطعان المحاربي سيد الشهداء روحي فداها بإيده سقاه الماء. تدري شنو جاز الحسين يوم عاشوراء؟ حمل حجرا من الأرض وجهه إلى جبهة الحسين وضرب جبهة الحسين، فسالت الدماء من أبي عبد الله الحسين.